السلام عليكم، شو بيدي زاد؟ كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن خارج الوطن. ناس معنا ديزابوني، يقول لكم مرحبا بكم فاني في قناة شو بيدي زاد، قناة اللي نجيب لكم حقائق. واليوم نتكلموا عن الفضيحة اللي راهي في الشامبيونات والكبش الفداء اللي راهم دايرينه، وهو الشباب بالوزداد، الفريق اللي راه مهدد من طرف بعض الناس في الاتحادية الجزائرية، والقنوات راهم يديروا في الفتنة، واحد يحصل في بو حفص، واحد يحصل في الاخر، واحد يحصل منه، واحد يحصل من الشعب، ما راش قاعد براسه. الفتنة اللي راكم درتوها، بغيتوا تموضوا الشعب تاع الحراش، طيحتوا لهم الحراش، ما قدمتش مع الحراش بيطيحوا السيار، بيبتوا تموضوا الفتنة في ألجي. يا الدولة الجزائرية، ما تروحوش تقضبوا ذاك اللي قايس، ذاك المواطن اللي قايس، روحوا حاسبوا هذوك اللي قال لك السي ار بي ما بغاش تخلص. مدور راهي لعبة في يد زتشي، مدور لعبة في يد زتشي وحداد، باش يتعامل، باش يعاودوا يردوا له الصلاحيات تاعو في شلف، ويردوا له الاموال تاعو، ويردوا يحلوا له لي بانك في طوي يخدم كيما يبغي. هذه حقيقة راني نقول لكم فيها، روحوا لهذوك اللي قال لك السي ار بي نقلعوا لها سي بوا، كيما قال الانترينير تاع عين مليلة، وتحية تحية ليك، قال لهم مالغري دينا 3 بوا بلا ما نلعبوا، قال لك جات سانتا، قال لك بغيت نلعب ضد السي ار بي. شو الناس اللي الناس اللي يحبوا الرياضة، بصح حنايا عندنا ناس في الاتحاديه راهم يحوسوا ينوضوا الشعب بكل وسائل، بكل وسائل يحوسوا ينوضوا الشعب، مدور من اجل المصالح تاعو يطبق اوامر من الاتحاديه، زدت يطبق في اوامر من واحد الامور غادي من بعد نكشفوا عليها ان شاء الله بربي، والضحيه شباب بالوزداد. وقلتها لكم، قلتها لكم العام اللي فات، مي طيحوا السيار مي طيحوا الحراش، قلت لكم العام الجاي السيار بي، قلت لكم العام الجاي، العام الجاي لا قعد هذا زاتشي، الا ما صرا والو قعد هذا زاتشي، العام الجاي عقلوا اش راني نقول لكم، عقلوا مليح اش راني نقول لكم، وعقلوا مليح اش راني نقول لكم. يقلع مقلع بالناس بلا ريجيون، مقلع بالجي، غادي دق دق النهد، تدق دق النهد، عقلوا عليها اش راني نقول لكم، راني عارف راني اش راني نهدر، وعقلوا على هذه الهضره. العام اللي فات قلت لكم غادي يطيحوا الحراش في النص في اكتوبر، قلت لكم غادي يطيحوا حراش في اكتوبر، وراه كاين الفيديو تاعي دايري درته في القناه تاع الباهيه وهدرتها، قلت لكم بلي غادي يطيحوا الحراش، وقلت لكم بلي غادي يطيحوا السي ار بي السنه، والعام الجاي يطيحوا النهد، ومن بعد وين يروح الا كمل والناس سكتت ولي بريزيدو ولاو يرفدوا فيك عايلهم، ما يهدروش ويسنيو على البيلون، ما يهدروش المرتزقه ما تهدرش، والصحافه ما تكشفش امور، غادي يروحوا السياسي يضرب السياسي، يضرب السياسي ويروح منا للغرب يطلع اللازم ويهود المولودية. عقلوا عليها اش راني نقول لكم، عقلوا عليها اش راني نقول لكم، برك انا اللهم اني بلغت، عقلوا عليها اش راني نقول لكم، هي عقلوا مركو هذو الاسماوات، وكي نطيح وحده يقولوا ودي هذاك المهبول هدر، هذاك المهبول هدر، ديروني مهبول وامنوا بها. عقلوا عليها اش راني نقول لكم، بصح هذا الوقت بركاونا، خاطش على الصحافه راهي دير في فتنه، كاين قناة تروح عند اللعابة دي زونسيا تهرس، كاين قناة تروح عند الرئيس الهاوي تهرس، كاين قناة تروح عند بو حفص تهرس، كاين قناة تروح عند بريزيدو علي مالك رضا علي مالك، هذاك بريزيدو هذاك تاع السيربي فاني تروح تهرس القنوات منا، الشعب راه يشوف هذاك هدر هذاك هدر هذاك، يخرج يقايس بلا ما على بال، يخرج يقايس بلا ما على بال. بصح انا نوجه رساله للدوله الجزائريه، هذاك المواطن هذاك المناصر، لو كان هذه الاتحاديه ما خربتلهاش، ما خربتش للسي ار بي، وكاع الفرق
يا مدور باش تقصر لي راجل، عكاش سيلا باش تقصر راجل، نقولك شنو دير باش نعرفك راجل. طالب بالاموال تاع الاذاعه تحديت 48 مليار، 48 مليار للرابطه تسالها الحداد، الاذاعه تحديت طالب بها ولا فوتوا لدار الشرع. الانديه قاع قاع فيهم الدين، قاع الانديه الجزائريه فيها الدين، قال الأندية الجزائرية فيها الدين، حتى نادينا تاع يتقسو فيه الدين. ما صناش شكون اللي يقدر بريزيدون، ما كاش خاطش على معمر ديونات، لعابة يسالو، ناس تسال، مول ريستورو يسال، مول كار يسال، كاع ناس تسال. أما لا ما تقصرليش تاع قرار رسمي وما نزيدوش، لا رجعتها فيه. أو على السي آر بي، أو السي آر بي تاريخ أسي محمد، وسير بمد رجال اسي محمد، هو مدلك الاولى مدلك بالوزداد شهيد، الاب الروحي شباب بالوزداد، خوش راك حاسب نتايا لازم تعرف روحك بلي راكم تخربو في السير بيا. ايفو اتونسيون باش نقولها لك، انا تحيه السير بي، السير بي السير بي عندها تاريخ وعندها رجال، باش تحقر السيار بها هكا اللي يقلك نقلع بو حفص صح، نقلعهم كاع. ترد لي سي بوا عين مليله تقبل لك، ما ترد لي سي بوا ما غاديش تقبل لك عين مليله، تقول لك طبق القانون. بصح القانون مزيف اللي درتوه، لو كان طبقتو القانون اللي شان ما يصراش كيما هكا، ما يصراش كيما هكا. خاص كاع الانديه كاع تسالوا الانديه وكاع لعبتوها، بدلتوا الدوسيه، الدوسي يبقى هذاك الفريق اللي بدل البريزيدو بدل، بصح البينو يبقى باللي فلان 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 غيسال بريزيدو اش دخله. كيف انت تكذب تقول باللي المجموعه اللي جا دروك خاطيها يسالوا مقبل؟ لا صح، يسال الفريق مش يسال اشخاص، لازم تفهم بنادم كي يجي سني باش باش ما تغلطش الشعب مدور، بنادم كي يجي سني يسني في الفريق الفلاني مش يسني عند البريزيدو محسوب انت محرز انت 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 مدور يسني عند مدور، لا يسني للفريق المعين. ناس راحت وجاو ناس واخد اخرين، بصح داك اللعابه يسال الفريق ما يحوش يفهم، يسال الفريق. انت تجي تكذب علينا وتغلط في الراي العام، قلت لهم لا هذوك اللعابه اللي راهم جاو يشكو يسالوا الاداره اللي فاتت، ما يسالوش الاداره بصح يسالوا الفريق، لعبوا مع الفريق ما لعبوش مع الاداره هذه وجاو من الاداره الاخرى. اما لا الناس اللي كانوا مسنيين مع الاداره اللي فاتت وراحت ومازالوا لحد الان يلعبوا، اما لا الاداره اللي فاتت تقعد تخلص فيهم، الاداره اللي جات ما تخلصهمش، يلعبوا بصرعي. فهموا رواحكم قدام، لا تكذبوا فهموا رواحكم. اما لا السي ار بي اعطوها شركه كيما راكم عاطين الشركات وتعطوا اموال في الباطل للانديه اللي ما جابت ولا تيتر. هذه هي نقولها لكم، كما العام اللي قلعتو حداد قلع جيزي للسطيف وداها داها ليه، بالك 60 شركة ولا قوط ولا عرف، هذا ما جابوش 60 شركة كاع الناس تتبع الأموال، كاع يروح كاع يركبوا في البابور ولا يروح، هذا ما جابوش، هذا ما جابوش خاطر عليه اموال حرام. هذه اللي نقولوها، اما لا لازم كل واحد يعرف حساباته. والسيار بي كبيره، وقلت لكم باللي هذا الناس خاصه المشرف على الرياضه الجزائريه اللي راه يحوس يطيح الفرق العاصميه، يدقدق الفرق العاصميه ويردهم كيما الرويسو كيما العناصر، يردها كيما العناصر مكاش. اما لا وتقعد فارادو هي اللي تقعد تمد وتقعد تخدم، يحوس يدقدق هذو ويلا وخر تقعد فارادو قالبه. اما لا لازم الإدارة والشعب يلتف بطريقة سلمية حول الفريق تاعو، ما تهرسو ما نهرسو ما والو. يا خويا نوقفو مع الفريق تاعنا، اعطونا شركه كما تعطوا شركات للناس اللي ما جابوش هذا كريون، ما جابوش كريون، ما جابوش
الناس قال لكم تعطوا بالشركة، أعطي شركة، أعطي خطوط جوية الجزائرية، أعطي خطوط بحرية، أعطي كل حاجة، أعطي حاجة. فريق تاع بلوزداد راه من الجزائر، يستاهل باش يدي بانيك. هذه هي تحية الجزائر والمجد والخلود للشهداء الأبرار، وربي يحفظكم. صحيح.